السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز عبدي، كديرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. وكنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. والله يكبر بكم والله يرضي عليكم والله يحفظكم والله يضمن لكم دنيا وآخرة، وعيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة والهنا والغنى وطول العمر. العبدي هانتوما كيف ما كتشوفوا في العروبية، جيت باش غادي ندوز العيد مع الوالدة ومرت الوالد الأم الثانية، المهم حنا كنقولوا لها أمي، أصلا هي رمنا ومربيانا. شوفوا كيفاش، ونتمنوا هذا الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وإن شاء الله غير قلنا باش نجيو نباركوا لكم العواشر ونشاركوا معكم الفطور ديالنا والعادات والتقاليد ديال مثلا منطقة عبده، وكيفاش كنفطروا وكيفاش كان يعني شنو اللي كنوجدوا في الفطور. انا ما غنوجد معكم والو لان كل شيء موجود الحمد لله. نصبقنا معكم الحلويات ويعني وشي حوايج اخرين زدناهم بحدنا، ما يعني ما تحتش الفرصه لضيق الوقت. وان شاء الله نتمنى الفيديوهات لا السابقه ولا اللاحقه يكونوا في المستوى المطلوب، والله يرضي عليكم والله يحفظكم والله يضمنكم. دابا ان شاء الله باش غادي ندخلوا نحضروا القعده فين غنجلسوا وتشوفوا معنا بعينكم، ومرحبا بكم ومكرهش انكم تكونوا معايا في هذه المناظر وفي هذه الاجواء. انا وسط الدار هانتوما، شوفوا كيفاش هانتوما. بحال يعني عادي ماشي لهيك يعني هاد التبن اللي كتشوفوا فيه غندخلوا لهذيك المكازا راه ورايا، كندخلوا لها التبن يعني داكشي اللي كنحصدوا. حنا عاطين بالخبز، انا ما يعني بحكم الدار وتماره وداكشي ما بقيتش قاد عليها اصلا. انا ما كان الناس ولاد المدينه راكم عارفين وما عندهمش مع الزراعه والفلاحه وهادشي، شي ارض بسيطه خلاوها الوالدين الله يرحم الوالد والدينا ووالديكم في هذا النهار. جاب الله هاد البركه وشي حبات ديال القمح، كيعجبنا القمح ما كنشروش كان يعني ديال الارض ديالنا، وهذا هو اللي كاين. في العشيه ان شاء الله باش غادي ندخل التبن باش ما يبقاش يعني كيبقى يخسر ومبالينو بسميتو بالقنب. القنب ما كتطيب بالشمس كت يعني كت شنو نقول لك كتقطع، ولا ربما صبت عليه شي شتا ثاني كيخسر. حنا كندخلوا هاد التبن تمايا كنخبوه يعني ان شاء الله يبلغنا كيف ما بلغنا الله رمضان وعيد الفطر، يبلغنا الله عيد الاضحى. كناخذوا الخرفان ديالنا ديال العيد كنخلوه تما باش كياكلوه، ولا بقات كيبقى العام الاخر حيت عندنا عام بكري وعام مازوزي، عام كيكون عندنا التبن وعام ما كيكونش عندنا التبن. هذا هو اللي كاين، عام كنزرعوا القطاني وعام كنزرعوا الحبوب. ومرحبا بكم عند خوكم العبدي، وسمحوا لي انا طولت عليكم مقدمه، ماشي انا راه والله ما ناعس، اقسم بالله ما ناعس، بقى عندي داك الجو ديال رمضان وما خفاكم. المهم قاديت شي امور هنايا في الدار، الدار انتم كيف ما كتشوفوا كبيره خاصه بزاف، الوقت ما كاينش، واللي قال لكم لا تقولوا ليه. الى مائده الافطار. دابا انا دخلت باش غادي نطيب معكم. كنا كنقولوا لها بكري هنا في هذه المنطقه ديال عبده الدويده كانوا يفتلوها العيالات بيديهم، بما ان العيالات اللي يفتلوا الدويده ما بقاوش يعني نقاردوا، الوالده عيانه يوم مرت الوالد ما بقاوش يعني حنا الجيل ديال دابا ما عارفش ليها، كان عودناها بالشعريه، الشعريه الصناعيه راه باينه. المهم حنا غنوريكم الطريقه كيفاش كانت كطيب ديال مالين زمان ان شاء الله. هانتوما باش غادي ندخل دابا على المكونات. وامي انا غنطيب لك الدويده بالطريقه ديالكم ديال مالين بكري. الدويده اللي كنت تقول لها الدويده تفتلوها تيوم الحاجه مرت بانا زعما منا الاخرى الثانيه منا الثانيه. بسم الله. هنا كيف كتشوفوا كناخذوا سميتو نشعلوا النار ونقصوها، وكنشلط هنا واحد الكركوبه ديال البصله على حسب القياس. هنا كناخذ واحد شويه ديال زيت الزيتون الخاص بالطبخ، ماشي زيت الزيتون ديال يعني المعصور ديال الزيتون، المهم خاص بالطبخ. هذا ديال هذا التساوت كيكون شويه خفيف
هنا كناخذ واحد شويه ديال الملح غير القياس، لان مازال غادي نذوقوا من الملح من بعد. وهنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الخرقوم بلدي، خرقوم بلدي غير راس المعلقه بحال هكا هانتوما كيف ما كتشاهدوا. علاش الدور ديالها كيعطي واحد النسمه خطيره في هاد سميتو في هاد الشعريه، ومع في نفس الوقت كيغير ليها اللون ديالها. هنا باش غادي ندير السمن، هزي شويه السمن، شوفوا القديره ديال تمي كيفاش اش بقى فيها حيله هذه. هانتوما الضوء، غناخذ منها واحد القدر، غناخذ واحد الراس ديال العشق، لان هذا السمن عندي مجهد حيل. هانتوما كيف ما كتشاهدوا مابقاش عندها بزاف، هذا راه قديم مالي كاع العصر. بسم الله، كنحاول نشحر هاد البصيله في العشق ديال الاشي جبد ديال المغرب ديال العود لقطات. سميتو كي قلت لكم هانتوما، دابا غنشد معكم على لقطات، ما غاديش نشد معكم بزاف باش ما نطولش عليكم فيديو، باقي عندي فيه فطور، باقي عندي باقي ما يتشاف. بعد ما كنخليها كتشحر، انا كندير سميتو كندير الماء كيطيب من قبل. ها هويا عندي المقراج، ها هويا سي طيب كيف ما كتشاهدوا، باش غادي نبلل به. العبد راه واخا ما كبيرش في العمر، ولكن حافظ التقاليد، وهذا الاكل اللي كان يعني كانوا كيديروا الناس ديال زمان راه صحي 100%، والله القاسم واحد الريحه طالعه ديال داك السمن مع داك الخرقوم بلدي مع داك زيت الزيتون ما نعاودش لكم. دابا بعد ما تشحرت بسم الله كنجهد عليها البوطه وكنبلل، نحاولوا ما نخلوش ديك البصله تحرق، الا تحرقت البصله مشات لينا الاكله. صافي غيغلى الماء ان شاء الله، وغادي نرمي الشعريه كيف ما كتشاهدوا انتم. بعد ما غلات هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الابزار، راني ما ذكرتوش لكم في الاول، ولكن غنزيد فيها واحد شويه الابزار كيف ما كتشاهدوا كي يجيبها. ما نعاودش لكم، واللي ما يفضلش يعني اللي عنده مشكل مع البزار او الحرور ما يديرهمش، ولكن هي بالبزار كتجي زوينه. كدار الملح، البزار، شويه الخرقوم بلديه، زيت الزيتون، شويه السمن حار، كتشحر ديك البصله مزيان، الماء كيكون موجود طيب حداك، ما ديروش الماء بارد. صافي ملي كتغلى، انا علاش دابا خليتها كتغلى باش طيح ديك البصله تذوب. هنا دابا باش غادي بسم الله غادي نرميها، غادي نرمي. وبالنسبه لهاد الشعريه راه فيها وفيها، راه كاينه ديال القمح وكاينه ديال غير ديال الفرينه كتعجن، ردوا بالكم ديما راه فيها جوج الماركات. صافي كان مره مره كنحركها، ما يعني هذه ماشي بحال الشعريه بحال البلبوله ولا شي حاجه من داكشي ديال السميده ديال الحسوب ديال او الشراب اش يقولوا لي الشوفان ولا راوز ولا كذا. لا كتبغي مره مره تحركها، لان كتحتل كتكون ثقيله تلصق لكم في القاع. دابا ان شاء الله انتظرونا. المهم اللي غادي طيب غادي كنزيد عليها الحليب، هذا هو اللي كاين، راكم عارفين القضيه، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم ديالها. دابا كيف ما كتشاهدوا ها هي طابت تفلكات هنا بسم الله، باش غادي نزيد عليها الحليب. ها هي كتجيب الحليب ديال البقر، بكري كنا كنديروها بالحليب، انا يعني ماشي غنقول لكم بكري، عقلت فيهم، عقلت في والديا ملي كانوا الله يعطيهم صحتهم، كانت باقا الصحه وباقي المرحومه ديك الساعه حي، وباقا العادات وباقا التقاليد. راه نقارضوا بزاف الحوايج اللي نقارضوا هذا العام، الحمد لله والشكر لله، حتى صلاه العيد ما كايناش، حتى حاجه ما كاينه، لا تراوح ما كاينه، اللهم لك الحمد. المهم ها انتم درت غير الحليب ديال سميتو الحليب ديال اش كيقولوا ليه الحليب ديال سليم، ماشي ما درتش هذاك سونترال جاري ولا جوده، لا درت حليب ديال سليم هو اللي درت فيها. وهانتوما انا كي قلت لكم ما كنحركش ملي كنرمي الحليب، لا بالنسبه للحسوه ولا بالنسبه للشعريه ولا الشوفان، اي حاجه بالحليب ما كنحركهاش، كنخليها كتطلع في هذيك الفريضه ديال الحليب صافي وهي هذيك. المهم دابا ان شاء الله باش غادي نشوفها في طبق التقديم.
دابا كيف ما كتشاهدوا الطبق ديالنا هو وجد. الفطور الاول الرئيسي ديالنا هو هذا، ملي كنفيقوا الصباح وصلوا وجهاتنا نصبحوا على بعضياتنا كنحطوا الطبق الرئيسي هو هذا. عندنا الدويده كي كانوا يقولوا لنا زمان ياك امي، كنا نفتلوها بيدينا ونفتلوها بالزبده ونكرموها في الشمس في الطبق. هذه اللي داويه امي اللي والداني زمان، وهذه اللي غدوي دابا منا اللي مربيانا شريك تمنا ياك امي. حنا دابا عندنا غير متبعين، حنا دابا عندنا كلشي امي الحمد لله. هذه كنقولوا لها امي وهذه كنقول لها امي، ما عندناش فرق ما بين امنا او مرت بوانا. يعني عاشوا مع بعضياتهم في دار واحده، وولدونا في دار واحده، وكبرونا في دار واحده، ومات بوانا وبقاو مجموعات الحمد لله وجامعين شملنا. والله يطول لهم في عمرهم، الله يعطيهم الصحه والعافيه. الله يبارك وليدي والله يعاونك على وليدات. امين امين. الله يحفظك، وحنا دوزنا من هذا الشيء والبركه اليوم بقات عندك، بقات عندك الله يرضي عليك والله يحفظك. بقيت محافظ على العادات. بقيت محافظ على العادات الله يرضي عليك. ياك تعجبني بحال العوائد العوائد ديال بكري والله العظيم. العادات اللي كنا حنا نديرو زمان، نجمعو الملمه ودركات مجمعين معنا بنياتنا وليداتنا اللي قرابين لينا واللي بعاد. راه الظروف ديال هذا الحجر كيف ما كتشاهدوا دابا اللي قراب لينا مثلا معنا في اسيا راه دايرين بينا، اللي كاين هو كاين، واللي مازال غادي يجي ان شاء الله راه غادي يجي. نقدموا كي قلت لكم الطبق الرئيسي ونوريكم الفطور الثاني مازال. هذا كنقولوا حنا الفطور الاول، عاد كنعاودوا الفطور الثاني. ودابا بعد ما فطرنا الفطور الاول تفضلوا معنا الفطور الثاني. مرحبا بكم. نتمنى طبلة العبدي وفطور العبدي ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. هذه المعلكة بالكوكو كاوكاو اللي كتشاركت معكم، وهذه الريش بوند اللي سبق لي شاركت معكم، وهذه البهله اللي مهبله عباد الله الاغلبيه ما كتصدقش ليهم حتى هي شاركت معكم، المعلكه ديال السميد والكوك الزمنيه كذلك شاركت معكم. والطبق الرئيسي عندنا هنا في منطقه عبده هو الكعك، يعني واخا نحطوا الحلاوي اللي حطينا وما حطيناش الكعك ما كاين عندنا والو. الفاكهه وقبلوا على موجد البغرير، كيكة بلدية ديال الدار مزينينها غير بالشوكولاط محكوك كيف كنا كنحكوه زمان بالحكاكة ديال الطماطيشة واللوز. هنا الصابلي، الحرشة عادية حريشة صوبناهم في الدار، وهاد البلاطو عطاتو لي واحد السيدة نسيبتي الله يخلف عليكم وعليها. يعني فيه شي أنواع ديال سميتو الصابلي بالنسبة لهذا الصابلي. وبالنسبه لهذه حلوه الهلال الزمنيه اللي كنا كنديروا زمان اللي كنت تصاوبها امي بكري، حلوه الرخامه غريبه معروفه هنا عندنا في منطقه اسفي. وهذا هو شكل ثاني ديال الصابلي، وهذه حلوه زمنيه اللي كنت عقلتوا عليها العيالات او المتتبعين او الناس ديال المختصين بالحلوه، كنسموها حلوه القرنفله. كنديروها غريبه وكان يعني كنحطوا فيها واحد العود ديال القرنفل والسمنه كتعطيها واحد النكهه رائعه ما نعاودش لكم. هذه حلوه باللوز ومفنده في اللوز ايفيلي، يعني كتصوب هنا في يعني بزاف الحلويات عندنا معروفه بالمنطقه ديال عبده. كي قلت لكم هذا هو الطابله ديالتنا ديال اليوم، ومرحبا بكم عند خوكم العبدي. الصينية ديالت أتاي باش معروفين المغاربة كاملين، إلا ما كانش الفطور فيه أتاي راه ما كاين والو. كنعمروها بالقعدة البلدية، باقيين شادين العادة والتقاليد، يعني كنحطوا المجامع فيهم السكر وأتاي والنعناع كيف ما كتشاهدوا، وكنديروا براد مسوس للأمهات ديالي وبراد حلو لينا حنايا الناس اللي حاضرين معنا. عندنا القهوة بالحليب وعندنا القهوة كحلة كيف ما كتعرفوا خوكم العبدي مغروم بالقهوة. ومرحبا بكم، وكنتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وقبلوا عليا وعلى الفيديوهات اللي كنقدم لكم، وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه وعلى البارطاج
والله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. شي دعوه اخيره دعوا مع هاد الناس اللي متبعين ولدكم. الله يحفظهم والله يجازيهم بخير والله يكون معاكم عام. امين. الله كاين معاكم عام ولدي الله يعاونهم والله يعطيهم بيسير كما هو من بنيتهم. الحمد لله. الله يسر لكم الجميع. الحمد لله يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد إن شاء الله في قناة الطبخ مع عزيز العبدي.